السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتقال إمام عاشور للنادي الأهلي أصبح رسمي خلاص، يعني الأيام اللي فاتت الكلام على إمام عاشور هيروح الأهلي ولا لأ، وفي جماهير رافضة، جماهير الأهلي مثلا رافضة الموضوع دوت. إزاي أصلا عقلية المحترف المصري اللي هو يسيب فريق في أوروبا مثلا وسجل في الدوري الأوروبي وخلاص بقى مستقبل وبوتنشال عالي ويرجع تاني زي ما صلاح اتكلم قبل كده عن عقلية المصريين عامة؟ وهل اصلا امام عاشور يعني زملكاوي بقى، اللي هو انت لو مشجع زملكاوي اللي هو اللاعب اللي سجل في الاهلي وزملكاوي بقى وبيمكن بيتكلم في المدرجات وزملكاوي تشوفه بقى بتشيرت النادي الاهلي، وازاي اصلا الزمالك فرط في امام عاشور بالسهوله دي وبالرقم ده في الوقت ده بالتحديد؟ يعني كل ده نتكلم فيه، بس قبل ما نبدا دوس لايك الفيديو عشان يوصل غيرك ويوصل اكبر عدد من الناس، واشترك معانا في القناة عشان اوصل لك كل جديد اول باول. معاكم مصطفى ناصر واسرار كرة القدم. انتقال امام عاشور لاعب منتخب مصر ولاعب ميتلاند الدنماركي صاحب ال 25 عام للنادي الاهلي خلاص بقى رسميا وخلاص. امام عاشور بقى يعني لو ركزت بقى في الحتة دي اللي هو 25 سنة، يعني هو اصلا اتنقل من نادي الزمالك في شهر واحد اللي فات بكام؟ ب 3 مليون دولار. ده مش رقم مناسب خالص بالنسبة للبوتنشال والسن بتاع امام عاشور وقدرات لاعب امام عاشور، اللي هو وزيزو في الفترة اللي اتباع فيها دي كانوا أحسن اتنين لعيبة في مصر، طبعا قبل الفترة قبل الأهلي لما ياخد أفريقيا والتألق مثلا حسين الشحات، لا في الفترة دي كان إمام عاشور وأحمد سيد زيزو أعلى اتنين لعيبة في مصر والاتنين موجودين في الزمالك. علشان إمام عاشور كان يمشي بقى من الزمالك اللي هو إيه، أزمة بقى مالية في الزمالك ومفيش فلوس إن إمام عاشور عقده يتساوى مثلا بأحمد سيد زيزو أو أي حد في الفريق، لا إمام عاشور كان عقده قليل جدا. بس ممكن نرجع بقى ايه ورا شويه على حته ايه الحساسيه في انتقال امام عاشور لاعب الزمالك والزملكاوي اللي هو الاهلي قدم فيه شكوى قبل كده اتوقف 12 ماتش، عشان حتى لما هو تعاقب يعني لما هو حصل وشتم الجماهير في المدرجات مثلا وتعاقب ونزل لعب مع فئه الرديف او الناشئين برضه اتصور وهو بيشتم لعيبه الاهلي او رموز الاهلي وتوقف وقتها 12 ماتش. وبعد كده برضو الحادثة اللي هي أول حاجة اتشهر بيها أصلا لما ضرب وليد سليمان في مباراة السوبر، حاجات كده بتدل إن برضو إمام عاشور وقتها كان مثلا 22 21 يعني لسه عليا. أنت أصلا لما تسمع إمام عاشور بيتكلم أو كده في السن ده تحس إن هو عليا لسه ما نضجتش برضه، يعني ما تقدرش تقول إن ده لاعب كبير وعقلية ومنتاليتي، لا لسه لاعب صغير لاعب ناشئ لسه طالع. يعني امام عاشور الظروف اللي جه بيها الزمالك اصلا كان ساسي وطارق حامد هما الاثنين اللي موجودين في نص الملعب، الزمالك كان بيلعب 4 2 3 1، كان طارق حامد اللي هو القلب اللي هو زي ما بيقولوا العضلات، وساسي كان هو المخ بقى والحاجات الحلوه كلها. امام عاشور ما كانش له لسه له مكان في الفريق. بعد كده بدأ بقى ايه مشكلة ساسي، وساسي خرج وإمام عاشور بدأ يلعب في مركز 8 جنب طارق حامد وبدأنا نراهن عليه وكان بيهين نفسه وموت نفسه، وبعد كده خد فرصته بقى وبقى يجيب جوان من بعيد، وإمام عاشور خلاص بقى نجم نجم فعلا وراح منتخب مصر والكل بدأ يعني كان في ناس عاوزة تهبط إمام عاشور وتحبطه وتفطسه كده، حتى اللي هو مخرج كتب إيمان عاشور بدل إمام عاشور في قناة أون سبورت كان ماتش منتخب مصر. ما علينا يعني، لكن امام عاشور من وقت للتاني حتى في مباراه كاس الامم الافريقيه وتصفيات كاس العالم اللي هو ايه خلاص بقى مصر كلها خلاص لازم نشجع الولد دوت اللي هيلعب على ساديو ماني، وامام عاشور اثبت جداره ولعب وكان صاحب قلب ولاعب عنده قدرات كبيره جدا ولاعب لا شك ما فيش شك في قدراته خالص. لكن انت او واحد زملكاوي مش استحاله تتخيل مثلا ان لاعب زي ده هيروح هيفكر ان هو يروح مثلا النادي الاهلي، استحاله. اللي هو يعني حتى مثلا كهربا كانوا بيقولوا ان هو اصلا اهلاوي، في لعيبه كده بتبقى سكتها وديتها في نادي الزمالك، لكن امام عاشور يعني حتى الاكونت اللي هو من هو صغير زملكاوي، يعني لاعب كان مشجع للزمالك قبل ما يروح من مثلا المحله الحدود، بعد كده الزمالك خد عضو من المحله وكان في مشكله والراجل شاري 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 الزمالك، واي حد يعني اي لاعب مثلا جاي له الزمالك هيوافق مش مشكله. يعني انت هتفهم برضو انت كلاعب او كواحد من الجمهور برضو بالحاجات اللي بتحصل كتير قدامك كده هتفهم انها بيزنس،
وان ده اكل عيش، والمام اللي هو ايه كل لاعب بقى له مسؤولياته وله حياته وله عربياته وقسطاته واقساطه، هتكتشف ان حته الانتماء بقى وحته لا، لما خلاص بقى هو حس ان النادي الاهلي هو بقى ينفع يكون موجود في النادي الاهلي واستوى زي ما بيقولوا، بدأ بقى يلمع بقى، بدأ يقول لك انا بعتذر، بدأ من تحت لتحت كده يقول له هتروح الاهلي وبتاع، وبدأ في ناس بتمهد لا للموضوع بقى اللي هو رامز بقى ويطلع مع مين ومداخله فين ويتصور مع لعيبه الاهلي في المنتخب اللي هو ايه، لا الدنيا حلوه ومش عارف ايه، في تلطيف كده بيحصل حتى علشان جماهير الاهلي ما تبقاش كلها غضب عليه، يبقى في شويه عاوزين وشويه مش عاوزين، واللاعب حلو يا جماعه والاهلي غير. الاهلي منظومه ومنظمه وعقوبات وبتاع، وشوف كهربا، شوف كهربا عامل ازاي دلوقتي، يعني الاهلي غير. سيبك بقى من اللي انت كنت عايش فيه ده، تعالى بقى الاهلي بس هي حاجه محبطه بالنسبه للاعب كان له ممكن يكون له مستقبل كبير، يعني مش بعيد، مثلا مش بقول لك محمد صلاح، لكن يعني مثلا مصطفى محمد عمل اداء كويس في الدوري الفرنسي السنه اللي فاتت، وفي انديه من انجلترا وانديه من الدوري الفرنسي عاوزينه، وكان بيلعب في جلطة سراي وعاوز يبقى موجود، عمر مرموش، تريزيجيه في اسطنبول مثلا، عاوزين لعيبه تزيد في يعني تبقى محترفين، يبقى عندنا شويه محترفين كده نسند عليهم، يعني شفنا السنغال كان تقريبا ال 23 لاعب كان كلهم محترفين، عندك مندي وماني لعيبه كتير قوي، انت هنا في مصر مفيش صلاح وخلاص، صلاح على فكره داخل في ال 31 فخلاص، انت منتخب مصر مش فكره الوصول لكاس العالم، كاس العالم هيبقى 48 فريق، 48 منتخب، انت لو من كنتش يعني مثلا هيعملوا 9 مقاعد ونص، اللي هو النص ده هيصفي مع اسيا او امريكا الجنوبيه مثلا، انت لو ما طلعتش منهم ما ينفعش ما تطلعش من منتخب مصر، ما ينفعش ما يكونش في كاس العالم مثلا اللي جاي، هيكون موجود. الفكره بقى هتعمل ايه بقى في كاس العالم، هتقدم ايه في كاس العالم، كاس العالم اصلا اللي هو انت بيبدا من دور ال 16، اللي هو سيبك بقى من 32 والمجموعات اللي فيها اي كلام دي، كان دلوقتي هيبدا من دور ال 32 بقى او دور ال 16، اللي هو في مرحلة التصفيات بقى، انت المجموعات دي المفروض ان انت خلاص كمنتخب مصر عديتها برضه، المفروض ان انت من احسن المنتخبات في افريقيا، فلازم هتعدي بقى، لان في منتخبات في افريقيا بتعدي من دور المجموعات، اكيد انت كمان هتعدي، فالفكرة ده انت هتعمل ايه بقى في تصفيات كأس العالم في الادوار الاقصائية، ده اللي انت المفروض من دلوقتي تحط اجابة على السؤال ده. وامام عاشور من واحد من اللعيبه اللي المفروض الواحد كان يراهن عليها، ما اعتقدش بقى ان هو في الاهلي هيبقى في نفس المستوى اللي كان عليه لو هو احترف، وبرده زي ما قلت لك بقى انت ايه كواحد مشجع، الموضوع مش انتماء بقى، وما تقوليش بقى لاعب مضى على بياض ولاعب شاري النادي والنادي الاهلي ده انا كنت بهرب من المدرسه عشان اتفرج، سيبك بقى من كل الكلام ده، هي فلوس، انا لاعب بلعب في نادي عادي جالي الزمالك هروح الزمالك لحد ما الدنيا تظبط واروح الاهلي، هي كده. حتى يعني ما بقولش مثلا ان كل اللعيبه اللي بتلعب في الزمالك دي ما بتحبش الزمالك مثلا، لا، بس لازم يكون في تقدير مادي خليني ما اروحش الاهلي، ما اروحش اسيبك بقى واروح، اصل هي اللاعب ده برده ما بياكلش ويشرب حب النادي، ولا حتى انت كجمهور بتحبه، وده مش هياكله ولا يشربه ولا هيخليه يتنازل عن مستوى المعيشه اللي هو ايه هو طالع، يعني اي لاعب في الدنيا بيبقى معظم اللعيبه اصلا اللي بتنجح وكده اللي هي جايه من تحت، اللي هي الدنيا كانت صعبه فلازم يشق في الصخر عشان يطلع ويلاقي، معظم اللعيبه الافارقه اصلا ما فيش لاعب مرتاح ماديا مثلا قبل ما يتشهر ولا قبل ما يتعرف وقبل ما يوصل للمجد مثلا، وبيبقى اسطوره في بلده لانه بيعمل اعمال خيريه وبتاع، فهي نفس الحالة هنا في مصر، معظم اللعيبة اللي انت عارفها وكده شقيانة واهلها ناس عادية جدا، لكن هو بقى بيطلع ياخد اهله ومستواه، يعني اهله وعيلته وحياته في مستوى تاني، ما ينفعش بقى تقول له لا ارجع بقى خد مليون واتنين مليون، لا مش عارف. في حاجة اسمها قيمة تسويقية، وفي حاجة اسمها بيراميدز مثلا شلال فلوس، يعني الناس بقى بتحاول تكستمايز الموضوع، يعني هروح الاهلي واخد فلوس وجماهير، يعني جماهير وبطولات وفلوس، بس قال يعني قصاد فلوس بيراميدز، لا بيراميدز ممكن لو انت رايح ب 30 مليون بيراميدز يديك 60 مليون مستريح مثلا، زي رمضان صبحي ولاعيبه تانية اختارت مثلا فلوس، بس هي لها حسابات معينه، يعني المهم يعني انت فهمت اللي انا عاوز اقوله، انا مش اصلا مش عارف انا كنت عاوز اقول ايه، كنت طالع اتكلم وخلاص، شكرا انك كملت الفيديو للاخر لو انت يعني كملته،
دوس لايك للفيديو عشان يوصل غيرك ويوصل اكبر عدد من الناس، واشترك معانا في القناة عشان يوصلك كل جديدنا اول باول. معكم مصطفى نصر واسرار كرة القدم.